الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته، وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه الولي المطلق والشفيع المطلق سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، فإن الدنيا خضرة نظرة لكن واقعها جيفة قذرة، فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لعل هذه الآية المباركة هي من أرجى آيات الله سبحانه للعصاة للمذنبين أن يغفر الله لهم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، لا تغلق الباب بينك وبين الله. وهذا دلالة على طلاقة قدرة الله، يعني مقتضى طلاقة قدرة الله أن تكون باب توبته ورحمته مفتوحة، لأنه غير محدود بحد. وبالتالي من أعظم المحرمات اليأس من روح الله ورحمته في كل مجالات الرحمة، أن يغفر للعصاة أو أن يفرج عن المبتلين. واحد عنده هم، عنده مشكلة، متعسر عليه أمر، ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، لا ينبغي أن يقنط من الفرج إذا ما توكل على الله سبحانه وتعالى ورحمته المهداة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل هذه الآية دائما نصب عينيه، تعطيه الأمل، تعطيه الرجاء، تفتح له نافذة من الفرج ومن الرحمة. يقول في الأثر ورد أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ومن الأم كم تكون رحيمة بولدها، الله أرحم بعباده من الأم بولدها. وإنها مسألة جدا مهمة هذه، لا ينبغي للمؤمن أن يزهد بها. نعم، على الإنسان أن يتعرض لرحمة الله، وما الله سبحانه وتعالى نثر رحمته، وعلى المؤمن أن يتعرض لرحمة الله، أسباب الرحمة أن يشوفها إيه ويتعرض لها، عسى أن يصيبه روح من الفرج، أن يأتيه روح من الفرج، أن تأتيه الرحمة بختتان، يغفر له، يفرج عنه. لأنه يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأسباب الرحمة متعددة. الآن نحن نعيش قرب حلول شهر محرم، شهر الحسين سلام الله عليه، هو شهر فيها أسباب رحمة متعددة لا تتوفر في غيرها، منها هذه المجالس، نوع معاملة مع الحسين، قم بأي نوع معاملة مع الحسين، باب رحمة مفتوح لك لا تزهد فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا عليه بأعلى أصواتكم، اللهم
الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. ومصباح هدى وسفينة نجاة يعني نور يستضاء به، كل بحسبه، كل يأخذ منه بمقدار ما يتحمل. الخطيب في خطابته، العالم بعلمه، صاحب الموكب، صاحب المجلس، من يطعم، من يعلق السواد، كل هاي أسباب رحمة متوفرة عندك الآن، لا ينبغي أن تزهد به. بعض الناس يجي محرم ويخرج منك أن لا يعنيه شيئان، أنت حرمت نفسك من رحمة مهدات عظيمة الله سبحانه وتعالى جعلها لك، كلها سبل إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا للإنسان أن لا يتعرض لهذه الرحمة؟ حدثنا آية الله العظمى المرجع السيد محمد جواد العلوي البرجردي حفظه الله، وهو من المراجع الذي حقيقة يعد لمستقبل الأيام، حفيد الإمام البرجردي الأكبر، يقول: ذهبت لزيارة العلامة صاحب الميزان، علامة الطباطبائي صاحب الميزان، في أيام محرم، يقول: زرته بمعية أحد الخطباء، يقول: فلما رأى الخطيب جاء لزيارته قال له الطباطبائي العلامة صاحب الميزان، قال: الآن أنت جيت هنا، أحب أن تقرأ لي مجلس على الحسين سلام الله عليه، وهذا كرسي، أصعد وقرأ لي مجلس على الحسين. يقول الخطيب هم امتثل وصعد الكرسي في غرفة العلامة، يقول: أنا والسيد الطباطبائي كنا موجود، وقرأ مجلس علي الأكبر، صادم قرأ مجلس للأكبر. يقول: وذكر بيتا لشاعر إيراني معروف إيرج ميرزا تبريزي، هذا يقول وصل لهذا المصرع البيت، أقرأ فارسي وأترجم لحضراتكم: بعد بسار دل بهدار آماج تیر شد آتش زدند لانه مرغ بریده را. يقول لسان حال الحسين لما قتل الأكبر، يقول له: ابني بعد قلب الأب صار مضرب للسهام ومجمع للسهام، وقد احترق عش الطيور، يعني بيتي بعد احترق بعدك يا علي، أنا كل شيء بعد ما عندي بهالدنيا. هذا تصور هذا الشاعر لسان حال الحسين، قلب الأب بعد الابن صار مجمع للسهام، وقد احترق بيتنا يا علي، راح خسرت كل شيء بعد ما عندي بعدك شيء. يقول لما قرأ هذا البيت قام الطباطبائي صاحب الميزان هي يضرب على رجله ويردد هذا البيت ويقول له: أعد أعد. هو الخطيب يعيد: بعد بسار دل بدر أماج تير شو إيه، ويقول له أعد، هو يبكي أعد يبكي إلى أن قال. شوفوا هاي واحد يعرف الحسين مثل صاحب الميزان، هو طبعا مو سهل أي واحد يعرف. يقول: ثم بعد ما انتهى من وطره من البكاء قال صاحب الميزان، هذا السيد البرجردي ينقل عنه سيد علوي الله يحفظه، قال: أنا أتمنى أمنية في حياتي أن هذا الشاعر يعطيني هذا مسرح، هذا البيت، بس هذا البيت يعطيني إياه في صحيفة أعمالي، وأنا مستعد أعطيه تفسير الميزان في صحيفته، أبادله أعطيه تفسير الميزان وخلي يعطيني هذا البيت خليه في صحيفة أعمالي. قلت له: أغاه؟ يقول: أنا استغربت ذاك الوقت، يقول طلبة أنا استغربت، معقولة سيدنا أنت مستعد تبادل تفسير الميزان من صحيفة أعمالك تعطي لشاعر بس بهذا البيت، فقال لي هذا البيت الشاعر لسان حال الحسين ينعل أكبر؟ قال: إيه. شنو السبب؟ قال لي: أنا ما أقدر أتصور يوم القيامة أن الحسين ما راح ينظر لهذا الشاعر لأجل هذا البيت، سوف يشفع له بهذا الشعر، تولدت نوع علاقة بين هذا الشاعر وبين الحسين، ما أتخيل أنه ما راح ينظر له وما يلتفت له، لا يعتني به يوم القيامة، يقول ما قد عد الصورها، أنا أحتاج هاي النظرة من الحسين يوم القيامة، خلي أخذ علمي بس خلي يعطيني هذا البيت. هذه تعطيك فد إشارة يا أيها الإخوة أن سيد الشهداء بحر عميق إحنا ما نقدر نحيط به، نأخذ على استطاعتنا، صحيح العالم يفهم الحسين غير ما يفهمه غيره، صحيح الطفل يفهم الحسين غير ما يفهمه الكبير، التاجر يفهم الحسين غير ما يفهم الزعيم أو الرئيس أو المسؤول، وهكذا وهكذا.
نور يستضاء به على كل الإنسان كل بحسبه. ولذلك باب رحمة الله أهداها وفتحها لك، فتحها للأمة، سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سفينة ومصباح هدى. لماذا نشهد به؟ ولذلك هنيئا لمن إذا يدخل محرم يدخل عدة، يدخل انذار، يدخل ساعة انذار، هيأ أمره، عطل أعماله، توجه إلى خدمة سيد الشهداء كما أسلفت، كل بحسبه. اللي يحضر له محاضرة، اللي يحضر له قصيدة، اللي يحضر طعام، اللي يحضر سواد، اللي يظهر العزاء والجزع لسيد الشهداء صلى الله عليه، هذه كلها أسباب ورحمة نثرها الله بيننا لا ينبغي أن نزهد به. تلاحظون حضراتكم؟ ومن هنا أيها الأحبة أؤكد على هذا الأمر الخطير، وهو أننا مقبلون على شهر محرم، شهر الحسين، شهر الخطابة، شهر العظة. كثير من الناس لعله لا يأتي للمساجد والحسينيات والمراكز الدينية في غير محرم، وفي محرم تشوفهم. أنا واحد من الناس ما أرى كثير من الوجوه المباركة الطيبة إلا في محرم أشوفهم يجون للمسجد، وبهذه فرصة أقبل إليك بكله. أنت الخطيب، أنت يا من ترتقي المنابر، اعرف كيف تقدم الحسين لهذا الإنسان أو لهذه المؤمنة. الحسين منبع خير وفيض، كيف تقدمه للناس؟ ولذلك أنا أوجه رسالة إلى الأحبة والأعزة الخطباء الكرام، يا من تعتلون منابر سيد الشهداء صلى الله عليه في هذه الأيام، عليكم بالدقة فيما تنقلون. رجاء تجنبوا الخرافات والخزعبلات، تجنبوا المنفرات عن طريق الحسين صلى الله عليه. وبالتالي سيد الشهداء عنده مسج، عنده رسالة، عنده مشروع، عنده هدف في شهادته. معقول الحسين بذل دمه من دون هدف؟ لا، هذا منطقي مو صحيح. عنده هدف، لا تعطل هدف الحسين. رجاء أراد أن ينهض بالأمة، هو مشروع جده وأبي صلى الله عليه، وهو القائل أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي. إذن عنده مشروع أن ينهض بالأمة، أن يرتقي بهم إلى مصاف الملائكة، أن يقيم حكومة الله منبعها الأرض وحدودها جغر ملك الله. هو هذا مشروع محمد بن عبد الله، ومشروع أمير المؤمنين، مشروع سيد الشهداء. لاحظ، كن ممهد لهذا المشروع، كن معين للحسين في هدفه. عندما تطرح قضية سيد الشهداء سلام الله عليه طرح واعي هادف ينهض بالأمة، أنت تخدم مشروع الحسين، أنت تمهد للدولة والمشروع الحسين. والعكس صحيح، هذا الذي ينشر الثقافة مغلوطة، ينشر الخرافة، يعطل مسيرة سيد الشهداء، ينشر المنفرات عن طريق الحسين. أنت هذا اللي يعمل هكذا هو يخدم مشروع يزيد بن معاوية، لأننا أسلفنا أن كلا المعسكرين مفتوحة، كم معسكر كربلاء سنة 61 هجري وإلى لا زال إلى الآن مفتوح. أنت حضرتك في أي معسكر تريد أن تكون؟ بنشرك للخرافة، بنشرك للتفاهة، ها؟ أنت تعطل مشروع سيد الشهداء. عليك أن تعرف ما تقول، ما تنقل، لا يكونن همك الوصول إلى غاية بعيدة عن غاية الحسين. ولذلك أوجه خطابي للخطباء والعلماء، لمن يرتقي منابر الحسين، كن دقيقا في نقلك، كن حذرا عندما تقول قال الحسين فعل الحسين، لأن السيد الشهداء له وهج عظيم، لا تعطل مسيرته، وكان حريصا على حيثيته وعلى صورته. تلاحظون حضراتكم؟ وإلا أنت ما تخدم مشروع الحسين، تخدم مشروع يزيد بن معاوية، بنشرك للخرافات، للأكاذيب نستجير بالله، للمنفرات، ما له معنى، أنت تخدم مشروع يزيد بن معاوية. وهكذا أصحاب المواكب، أصحاب الحسينيات، أصحاب المآتم، جزاهم الله خير، ينفقون ويبذلون، شكر الله سعيهم. كنوا حريصين على من تسمحون له بأن يرتقي منابركم، يجب أن يكون عنده وعي، يجب أن يكون عنده خلفية علمية. لا تمكنوا منابركم لكل من هدب ودب، فإن الأمر خطير وجلل. منو من عندنا الآن يقيم عزاء الجدة الرابعة والخامس؟
متى آخر مرة قريت فاتحة لجدك السادس مثلا؟ أصلا تعرف جدك السابع شو اسمه؟ وش يسموها تقيم عزاء لكل سنة للإمام الحسين اللي بينك وبينه 14 قرن، ونفس اللوعة نفس الحزن والجزع نفس البكاء والحرقة موجودة. هو واضح أن رجل نجح في كل مستويات النجاح، على كل موازين النجاح سيد الشهداء نجح، سيد الشهداء حي ينبض بالحياة. أم لما أنا أجي أطرحها بأسلوب منفر يعني عطلت مسيرته، لاحظ يعني قاعد أساهم في قتله ووعده، وهذا من أعظم المحرمات. هو باب رحمة وهو وسيلة إلى الله والشد والجذب إلى الله والمشروع الإلهي. حتى صاحب الأمر صلى الله عليه وعجل الله فرجه الشريف في نهضة في قيامة سوف يحتاج ثورة الحسين. ورد في الأثر أن إذا خرج عرف بنفسه قال أنا ابن الحسين، يعرف نفسه بجده. لماذا؟ لشهرة الحسين العالمية، لعالمية أبي عبد الله، يعرف نفسه بالحسين يعني يحتاج الحسين. طيب إذا إحنا ما نعرف الناس، ما نعرف الإمام للناس، راح ما نساهم في هذا المشروع الحضاري العظيم. ولذلك هي دعوة مخلصة حقيقة لي ولكل من يرتقي المنابر، يجب أن نكون على مستوى من الوعي والحذر في نقل سيرة سيد الشهداء وبيان عظمة سيد الشهداء وما نقدمه لخدمة للدين من خلال هذه الرحمة المهداة لنا وهو الحسين سلام الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، خصوصا الآن وسائل النقل ووسائل التواصل أصبحت إلى مستوى جدا خطير وعظيم ومهم. اليوم ما تتكلم كلمة كل العالم يسمعها، وهي وسائل جذب، هاي وسائل الوصول جدا صارت سهلة، ينبغي الاستفادة منها في نقل قضية الحسين سلام الله عليه. كذلك وسائل التجهيل والتخريف والحرب على الله ورسوله أيضا متوفرة وموجودة. فلا نسمح يا أيها الإخوة والأخوات، لا ينبغي لنا أن نسمح لأحد أن يعطل علينا ديننا، أن يشوه ديننا وإمامنا وحبيبنا ورمزنا الحسين بن علي. لله الحمد كل سنة تجد الحرقة موجودة، تجد اللوعة موجودة، نعم. ونتمنى أن يزداد الوعي أيضا. أنا أكبر حقيقة العام الماضي رأيت في ظاهرة جدا جميلة في بعض المواكب، جاءوا بأولادهم الصبية الصغار يشركونهم في توزيع الطعام، يشركونهم في توزيع الحلوى. طفل نخليه للصينية ويوزع على حب الحسين. والله رأيت مقطع لطفلة توزع كاندي، شاكليت وحلويات، وقع حلوى وقعت بالأرض، شالتها قبلتها خلتها على رأسها ورجعتها للصيني. طفلة 5-6 سنين صارت عرفت هذه مرتبطة بالحسين، هاي الحد شالتها قبلتها وخلتها على رأسها. كوب هذا أنت تزرع في قلب الطفل روح الحسين، محبة الحسين. هذه جدا وسائل يجب أن نطور وسائلنا في دفاعنا للحسين وقضيته. الدنيا قاعد تطور، احنا نطور، ولكن بأسلوب علمي رصين متين، نجنب أهدافنا النبيلة، نجنب وسائلنا، نجنب منابرنا من الخرافة والمنفرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصل